استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الخميس بالعاصمة الجزائر محافظ الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية سلم الأمن بانكولي أديويي. وقال أديويي عقب الاستقبال إنه تطرق مع العمامرة إلى المسائل السياسية للقارة، مشيدا بمشاركة الجزائر في أعمال الاتحاد الأفريقي، وأكد على مساهمة الجزائر في تحرير الشعوب الأفريقية ضد الصراعات واللامساواة ودورها الفاعل في السلم والأمن في منطقة الساحل وليبيا. ناقشنا عدة رؤى، بدأنا بتهنئة الشعب الجزائري لستينيات استقلالهم. كانت الجزائر محل إلهام لنا في القارة في تحرير الشعوب الإفريقية ومساهمتها في تحرير الشعوب الإفريقية ضد الصراعات واللامساواة. أظن أن ذلك أهم جدا، كما أثمن دور الجزائر في تهدئة الصراعات في جنوب إفريقيا، كما نثمن نتائج اجتماعنا الخاص في مالابو الذي تعلق بالإرهاب والتغييرات الحكومية، كما ناقشنا الآليات الخاصة وكيف يمكنها أن تخدم الشعب الإفريقي ودورنا الهام في عمليات حماية السلم والأمن لشعب دول الساحل وغرب إفريقيا والشعب الليبي الذي يعاني من عدة نزاعات. ليبيا different forms of conflict.